عادي عادي ما قلتلكش قويه طويله عليا وانت فرحانه اسفه انا فرحانه انا اسفه جدا قلت لك المفروض ما قلت لك عادي انا راح اصبر على لا حول ولا قوه حسبي الله ونعم الوكيل فيك كوني صريحه بس ولا لا كنا قاعدين انا وانت هنا هايدي استني كنا قاعدين انا وانت شفتي اخر مره قلت لك بصي بدي اسكرها هاي بدي احط عليها شيء قلت لك بهذا الحرب قلت لك هاي كده اقسم بالله كنت قاعده علي وينه على هلا شوفوا يعني لو هنتكلم اقسم بالله حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل هاي هاي ثواني عادي عادي كده انيس انيس شانتال تعال هنتكلم جيب علي جيب علي جيب علي جيب علي اللي انتوا قلتوه صح لانه عن جد كانوا قاعدين معي وقلت لك بدي اسكرها هاي بدي اغطيها اتمنى تدوم صداقتها مع علاوي ومروان ومرتضى وسكينة وهيدي وحنان لان صديقي بين بمواقف صعبه وقاعده احبهم اكثر من محبتكم ومعشوقتنا نفسي مادونا لسهيلة في يوم معي الله يبعدها عن نفسي مادونا على المايك المايك بصراحه اللي هو اللي تحفه شوف هاشتاج سهيلة ليست استغلالية واو سهيلة بنت المغرب هاشتاج سهيلة بنت الخليج سهيلة بنت السعودية وريني شوية فرادية بيت اليوم اللي اتخلقنا أنا وأنيس تعال هذا أنا كتبت لا أنت تعال لا أنت تعال أنا شانتال مرتضى وين عندي صورتين معه مش صورة بس مبسوطة شفت الصورة اللي بتاع شو عم فيون احنا معاك حالي مقالك كلها ويت التعالي الله مين عامل لك ده اسمعي بشاير الراشحي الراشحي قلت لك عليه اسمع اسمعي رسالي انا مش متذكره انه حكيت انا بقول لك انا فاكر انك انت قلت لي الكلام ده بس هو الصح انك انا مش متذكره تعملي ده من بدري والله ما انا مش واخده بالي بس انا بتعامل طبيعتي يعني خلاص بسيطه بسيطه احنا دلوقتي برضو مش في المشكله دي احنا خلاص مش كل مش واحد يعني انا مش انا شلت فرجيتك اياها من قبل احنا وضحنا المشكله كل واحد فرجيتك اياها طالي هيافه وما تمسكيش على الكلمه وتعالي عباس انا مش متذكره ان انا قلت لك الحاجه دي عليك انا خرجت طب وانا ودي حاجه غلط انا بقول لك انا خرجت لا انا مش متذكره وانا لو مش فاكر انا مش متذكره انا مش متذكره انا مش متذكره انا حاجه حصلت بس
انا حاسه انك بس بتدافع عني. لا انا فعلا انا بقول لك انا بقول لك انت قلت لي كده. لا لا استنى اهدر معاك. انا بقول لك قسما بالله انت قلت لي كده. اقسم بالله على طيب اسمع المفروض اعمل انا بس هي كانت قالت لي ان هي كانت مره بتفرجني يوم ما خرجنا لما خرجنا اليوم كانت بتفرجني وقالت لي انا بس انا عايز اغطيها فانا بقول لها بس كان المفروض من بس انا مش فاكره ان انا حكيت بصراحه هذا الموضوع انا حصلته انا حصلته بس مش انا حصلت عندي طريق انا حصلت عندي سهيله انا وانت انا وانت